معلوم أن الفراق له وقع فاجع بين المحبين، وهو يعكس مشاعر الحزن ويكرس ألم الفراق هذا. إن كان الغائب حياً تنتظر عودته فيتجدد نحوه الشوق، فكيف إذا كان الفراق أبدياً لا ينتظر له إياب ولا يؤمل بعده عودة؟ لا شك أن الفاجعة حينئذ ستكون فادحة والحزن أعم وأشمل لانقطاع الأمل وتلاشي الرجاء. هكذا يمكن أن نصف رحيل قامة فنية عراقية كبيرة بحجم الفنان الراحل فلاح إبراهيم. هذا الفنان الذي ترك بصمة كبيرة في عالم الفن والسينما والدراما والمسرح، فكان فقداً حقيقياً. عاش عزيزاً كريماً أبياً النفس ورحل وهو على ذلك، فرحمة الله له وأسكنه فسيح جناته. حقيقة هذا الخبر أفجع الأوساط الرسمية والفنية والشعبية. فقدنا الفنان فلاح إبراهيم السيد رئيس الوزراء السيد محمد الشاعر السوداني وجمع كبير من زملاء ومحبي الراحل. دعونا نتابع سوية أهم تلك التعازي والمنشورات. في بيان تعزية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بقلوب مؤمنة بقضاء الله جل وعلا، ينعى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني رحيل الفنان العراقي فلاح إبراهيم إثر مرض لم يمهله كثيرا، فإن لله وإنا إليه راجعون. وبرحيله تكون الساحة الفنية والثقافية العراقية قد خسرت قامة مهمة معطاءة وفنانا مثابرا حمل هموم الفن ورسالته الرصينة الخلاقة على مدى سنوات عمره. العزاء والصبر لعائلة الفنان ومحبيه، وللفقيد المغفرة والرحمة والذكر الطيب.